الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين الميامين واللانة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين أينما كنتم سادة الأحبة والكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بكم وحلقة جديدة من برنامجكم أصول الإيمان. زيارة القبور ستكون محورا وموضوعا لحلقتنا لهذا اليوم، كل ما جاء في هذا النص وما يتعلق به سيكون موضوعا على طاولة نقاش هذا اليوم. بداية نرحب بسماحة أتي الله سيد فاضل الجابري ضيف البرنامج، حياكم الله. الله يحفظكم سيدنا. بداية، الظاهر أن ابن تيمية لا يقبل زيارة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، بل يحرمها على المسلمين فضلا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي حجة هذا الرجل، وكيف النقاش السبيل لنقاشه؟ تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونسأل الله أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الدنيا والآخرة، ويرزقنا زيارة جميع أنبياء الله وأوليائه، لأن في ذلك طاعة لله وتقربا إليه بابتغاء الوسيلة إليه وبر أوليائه، وهذا مما لا شك فيه. ابن تيمية في الواقع كما هو ديدنه وعهده عنده مجموعة من العقد النفسية من بعض الأمور ومن بعض الأفكار والعقائد، وعنده آراء خاصة به اختلف بها عن جميع العلماء من جميع المذاهب، ولذلك نجد أن الكثير من العلماء قد استنكر الأفكار التي يطرحها ابن تيمية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ابن تيمية كما منع وحرم الشفاعة وحرم زيارة أفرض المراقد وقصد المراقد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكي يحرم زيارة قبره وبطريق أولى يحرم زيارة أي قبر من القبور، سواء كان قبور الأنبياء وقبور الأولياء، ويعتبر أن القبر المزار إنما هو يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد نحن أتباع اليوم وقبل اليوم نجدهم يهدمون قبور ومراقد الأولياء، وفي ودهم أن يهدمون قبر النبي صلى الله عليه وآله ويزيلونه عن الوجود، ولكنه لا يتسنى لهم، لأن الأمة لا يمكن أن تسمح بذلك، وإلا تقوم القيامة على هؤلاء. هم يعرفون هذا الأمر بشكل جيد، ولذلك يتخوفون، والقبر لا زال موجودا منصوبا، والأمة والحجيج في كل سنة والمعتمرين يقصدونه ويزورونه ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله. أخيرا سمعنا اقتراحات من بعض أتباع ابن تيمية وأتباع السلفية بأن ينقل قبر النبي إلى مكان آخر، ثم يطمس ذلك القبر بأن ينقل إلى مكان مجهول لا يعلم به أحد، يعني يأخذون يتصورون بأن النبي رفات، هم يعتقدون بأن النبي رفات، وبالتالي يقولون نحن نأخذ رفات النبي، يعني التراب الباقي في قبر النبي صلى الله عليه وآله. هم لا يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يكون رفاتا، ولا يمكن أن يكون متفسخا هذا الجسد كما الطاهر كما يفعل. نحن رأينا الشهداء والأولياء أن أجسادهم لا تتفسخ، وإنما تبقى سالمة طرية كأنها قد خرجت منها الروح قبل ساعة، لا يوجد أي تأثير عليها، لا يتغير اللون، لا تطمس المعالم، ولا يتفسخ الجسد، بل هو كما هو
باق على حاله. هناك آثار طبعا من باب الكلام يجر الكلام قبل أن نبدأ، ولكن لفائدة الأخوة المؤمنين حقيقة يعني أنه عندنا بعض الروايات تبين بأنه والتجارب طبعا أن بعض الأعمال التي يمارسها الإنسان قد تحفظ جسده عن التفسخ والتحلل. أي إنسان؟ أي إنسان مؤمن طبعا، وليس إنسان متقبل الله من المؤمن المتقين. الكلام عن المؤمنين حسنا. نعم نعم. المقصود الإنسان الذي يحمل عقيدة صحيحة ويؤدي أعمالا معينة، هذه الأعمال من شأنها أن تحافظ على جسده عن التفسخ والتحلل. من بين هذه الأعمال غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، فإن من داوم على غسل يوم الجمعة 40 جمعة أنه لا يتفسخ جسده. جزاكم الله خير على هذه الملاحظة. نعم. هذه فد معلومة ومتيسرة للجميع. يمكن لكل إنسان أن يغتسل غسل الجمعة يوم الجمعة نهار الجمعة، والأفضل أن يكون قبل الزوال، يعني من شروق الشمس إلى وقت صلاة الظهر. مستحب أن يغتسل غسل يوم الجمعة. إذن أحسنت سمع سيد، بناء على هذه العقيدة الراسخة تحتاج له ابن تيمية الكثير من الحجج حتى يثبت ما لديه. اللطيف أنه لا حجة لديه. هو إذن سنرى. نعم. هو يحرم زيارة القبور عموما، ويعتبر بأن النبي صلى الله عليه وآله حرم زيارة القبور ومنع زيارة القبور، وهذا الكلام كما ذكرنا سابقا في حلقاتنا السابقة، والنبي مشمول بهذا بلا فرق، ولذلك نقل عنه وحكي عنه هذا الكلام، بل نقل لنا بعض العلماء ابن حجر في الجواهر في الجوهر المنظم صفحة جوهر منظم، بل في كشف الارتياب صفحة، هذا الكتاب موجود في صفحة 459، قال بل زعم حرمة السفر إليها إجماعا، وأنه لا تقصر فيه الصلاة، يعني أنك لا يجوز لك أن تذهب وأن تزور أي قبر من ضمنها قبر النبي، ويحرم ذلك، وادعى الإجماع عليه، في حين الإجماع على عكسه تماما. نحن أمام هذا المدعى، طبعا سوف نرى أن ابن تيمية قد استفاد من بعض الأحاديث التي لم يفهمها بشكل صحيح والتي غير ثابتة بشكل تام، استفاد منها هذه الحرمة ولم ينظر إلى الأحاديث الأخرى التي تجوز بل تندب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، وتحث عليه بشكل كبير جدا وبشكل واضح جدا. الآن نريد أن نناقش فكرة ابن تيمية من المنع من زيارة قبر النبي وحرمة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله لقصد زيارته، لقصد زيارته. هناك أدلة كما يقال أن أدلة التشريع هي 4، صحيح؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذه الأدلة تسمى بالأدلة 4، هي مصادر التشريع. تعالوا معنا نناقش هذه العقيدة التيمية وفق الأدلة 4 لكي نراها هل هي موافقة للأدلة 4 منسجمة مع، يمكن أن يكون ابن تيمية مستندا إلى أحد هذه الأدلة 4 أو لا. أما الكتاب، نحن قرأنا لكم هذه الآية سابقا، ونعيد هذه الآية حتى تكون موضعا وشاهدا ومحلا للاستناد. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية المباركة في سورة النساء الآية 64، الزيارة هي عبارة عن حضور عند النبي ومجيء للنبي عند النبي أو لا؟ حتما حضور عنده، المجيء إلى النبي ليس متوقفا على المجيء في زمان حياته. أحسنتم. ماكو شيء يدل على ذلك. الآية مطلقة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. جاءوك، الآن أنت تأتي، المجيء يصدق، مجيء إليه يصدق في حال حياته وفي حال موته، بل المجيء
يصدق حتى للجمادات. أنت تقول أنا جئت إلى بغداد، صحيح؟ أحسنت. إذن بغداد شنو؟ بغداد، بغداد في المدينة، صح؟ أنا جئت إلى أفرض الشارع الفلاني، أنا جئت إلى البناية الفلانية. هذا جمادات، أليس كذلك؟ نعم. تصدق حتى مع هذا المجيء. نعم. فكيف بالشخص؟ الشخص تارة يكون على قيد الحياة وتارة يكون في حال الوفاة. يصدق عليه أنه جاءه أو لا؟ حتماً يصدق. لو كانت هناك جنازة، سؤال، سؤال لابن تيمية ولأتباع ابن تيمية. لو كان هناك جنازة وأنت تذهب إلى الجنازة، خب يستحب تشيع الجنائز، أليس؟ هل يصدق عليك بأنك جئت إلى فلان، إلى زيارة جنازة فلان أو لا؟ يصدق أن تقول أن ذهبت إلى فلان، صح؟ لغوياً وعقلياً واجتماعياً. فإذن إذن إذن المجيء يصدق على الشخص سواء كان ذلك الشخص حياً أو كان شنو؟ ميتاً بلا فرق. وطلب الاستغفار متعلق بالمجيء. شوف، قال جاءوك فاستغفر الله، يعني أنا أأتي وأستغفر. هناك ربط ما بين المجيء وبين الاستغفار. فإذا محل الاستغفار أين؟ عند المجيء. يعني أن تستغفر في حال كونك جائيا إلى النبي صلى الله عليه وآله. في هذا الموضع وفي هذه الحالة أنت تستغفر الله. لو استغفرت الله عند مجيئك إلى عند مجيئك إلى النبي صلى الله عليه وآله، فسوف تجد أن الله ماذا؟ تجد أن الله توابا رحيما، أليس كذلك؟ إذن هذه الآية تريد أن تقول اذهبوا إلى النبي في حياته حتى يستغفر لكم، وفي بعد مماته أنتم تستغفرون إلى عند المجيء، عند مجيئكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تستغفرون الله عز وجل. إذن هذا، أليس هذا الكتاب يدعو إلى التوجه لزيارة النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ خصوصا وأنه ثبت لدينا فيما سبق، نحن ذكرنا بأنه أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد على أعمال الإنسان المؤمن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خب الله يرى، واضح باعتبار كلنا عندنا حضور عند الله عز وجل، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كلنا، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض. النبي كيف؟ كيف يشاهد؟ النبي كيف يشاهد؟ كيف يشاهد؟ فإذا النبي له وجود، النبي له حياة، ولذلك النبي يكون شاهدا، وإلا كيف يكون شاهد؟ طبعا والمقصود ب والمؤمنون ليس المقصود بالمؤمنون هم عموم المؤمنين، بل هنالك كل مؤمن. لأن بعض الأحيان إنسان يعمل عمل لا يوجد فيه أحد، أنا الآن في خلوة في غرفة، صحيح؟ غرفة مغلقة، لا يوجد من يراني، أليس كذلك؟ الله يقول شاهد، هناك يشهد على عملك. كيف يشهد على عملي إذا لم يكن يراني؟ نحن نشترط في الشهادة أن يكون هناك ماذا؟ حضور، أن يكون حضور. فإذن إذن معناه أن الله عز وجل جعله حيا يرزق يشاهد. عسى الآن تقول لي لا، لماذا أنتم تقولون هكذا؟ معناته شاهد يعني الله يخبره. أقول لك جيد، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، لا تنتفي الفكرة التي نحن عليها، حتى مع اعتقادك بأن النبي ليس له حياة ظاهرة موجودة يشاهد من يأتي إليه ويسمع كلام من يسلم عليه، أفرض ليس هكذا، وأنت تقول بأن الله يخبره ويعلمه بهذه الأعمال، بهذه الأعمال وبهذه الزيارات وبهذه السلام، يقول أن فلان قد سلم عليه، أن فلان قد زارك. جيد، أيضا ما يفرق الشيء. بالنتيجة إذا أنا ذهبت إلى النبي فإن النبي سوف يعلم، أو الله أعلمه، هو نتيجة الله أعلمه فعلمه. جيد، الله أعلمه فعلمه، يستغفر لي لما يستغفر لي؟ من يستغفر؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لوجدوا الله شنو؟ توابا. فيستغفر لي الرسول، لأن الآية تنطبق عليه. إذن الهدف واحد، إذن الهدف واحد والنتيجة واحدة. أنا استفدت إذن من زيارة النبي. الله يدعونا إلى المجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله. زين، هنا انظروا في الواقع يقول القسطلاني من علماء السنة المعروفين الكبار، يقول
القسطلاني في كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، في الكتاب جيد المواهب اللدنية بالمنح المحمدية الجزء الثالث صفحة 410، ماذا يقول القسطلاني؟ يقول: ليس من يوم إلا ويعرض على النبي صلى الله عليه وآله أعمال أمته غدوة وعشية، يعني صباحا ومساء، فيعرفهم بسيماهم بعلاماتهم وأعمالهم، فكذلك يشهد عليهم. جيد؟ إذن يشهد النبي أو لا يشهد؟ يشهد. ابن شو نقول هذا القسطلاني؟ يقول أنه تعرض الأعمال ليس فقط شاهد عليه، إنما أعمال في اليوم مرتان، مرتين، اللي يجي صباحا واللي يجي مساء. تأتي الأعمال كلها، كل الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفهم بمن؟ بسيما. يعني يوم القيامة يعرفه بسيما بعلامات، يقول له أنت اللي زرتني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية وقلت كذا وكذا وكذا. إذن سمعت سيد، فقط تثبيت أن النبي ليس فقط يعلم زيارته له، إنما أعماله سائر أوسع كل الأمة. أحسنتم. نعم كل الأمة. ليس فقط الزيارة. نعم. أحسنتم. هناك في الواقع نعم فتح حكاية عجيبة غريبة يذكرها ابن عساكر عن محمد ابن حرب، يقول: قال: دخلت المدينة فأتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فزرته وجلست بحذائه بجانبه، فجاء إعرابي فزاره. هو هذا سولف يقول أنه أنا جئت إلى النبي وجلست في جنب قبر النبي صلى الله عليه وآله، وأنا جالس جاء شخص إعرابي. ماذا فعل إعرابي؟ قال: فجاءه إعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرسل. الإعرابي يخاطب النبي، يخاطب النبي وين؟ وهو في حضرته، في قبره. نعم. يعني النبي في قبره بعد وفاته. نعم. يخاطب النبي والنبي وين؟ نعم. في قبره. يقول له هذا الإعرابي، يقول للنبي، فقال له: يا خير الرسل، إن الله أنزل عليك كتابا صادقا. نعم. فقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. شوف المفاجأة، ينقل هذا الشخص يقول: فنودي من القبر قد غفر لك، قد غفر لك. اللهم صل على محمد. عجيب. من القبر سمع صوت، ينقل هذا شاهد كان موجودا جالسا عند القبر، فنودي من القبر قد غفر لك. هذا من يرويها مولانا؟ يرويها في كتاب وفاء الوفاء الجزء الرابع صفحة 1326، وفي كتاب كنوز الحقائق صفحة الجزء الثاني صفحة 108، وفي كتاب المواهب اللدنية الجزء الثالث صفحة 405، وفي كتاب نيل الأوطار الجزء الخامس الصفحة 108. كل هؤلاء ينقلون هذه الحكاية، أن صوتا من القبر قد ناداه. إذن النبي حي في قبره أو ليس حيا، ويسمع أو لا يسمع، ويرى أو لا يرى. نحن حينما نأتي إلى زيارة النبي أو الأئمة عليهم السلام نناديهم بهذا القول ونخاطبهم بهذا القول: أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي وترد سلامي. أنت تسمع الكلام وترى المقام وترد السلام، ولكن أنا الذي حجب. أحسنتم. لعل هذه المفردة سمعت السيد الذي يضع إشكالا هنا، رد النبي أو الولي أو الوصي على هذا المؤمن الذي يزور، كيف هو يعني أين العقيدة في ذلك؟ كيف يمكن تفسير أن النبي يرد؟ كيف يرد؟ يرد، يرينه حي، يرد. أحسنتم. يسمع ويتكلم ولا مشكلة في البين، ولا مشكلة في البين. كما أن الله عز وجل تكلم مع موسى من الشجرة والله ليس له كلام، فكيف بالذي عنده كلام وهو حي يرد السلام؟ وكثير من الناس قد سمعوا كلاما من النبي من خلال المعاينة والمشاهدة وما شابه ذلك. هنا في الواقع طبعا هذه الرواية نقلها السمهودي أيضا بطريقين،
عن علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه الرواية، هذه الحكاية. وقد استدل المراغي صاحب التفسير المعروف بهذه الآية على مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وقال بأنها تكون قربة إلى الله تعالى. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. لا زال الحديث يتم، اسمح لنا بفاصل. أحبتي المشاهدين، إلى فاصل قصير ونعود، تفضلوا بالبقاء. لكم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا. لا زال البحث يدور حول زيارة القبور، وقبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم هو موضوع البحث. أجدد الترحيب بسماحة الله سيد فضل الجابري، وأهلا وسهلا بكم سماحة السيد. الله يحفظكم. الدليل من القرآن ثبت ذلك وتفضلتم به قبل الفاصل، هل يوجد دليل من السنة على جواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا، نحن نريد أن نناقش الآن، نناقش فكرة ابن تيمية. نقول لو إذن يا ابن تيمية، القرآن الكريم يدل على استحباب القبر الزيارة، يدل على الجواز، لا أقل يدل على الجواز، فمن أين جئت بالتحريم؟ من أين جئت بالمنع؟ خب جيد، الآن القرآن صار واضح. إذا شككتم في دلالة الآية المباركة على الجواز، على الرغم من أن كما يقال أن عندنا في نقول في الحوزة العلمية، في الأوساط العلمية، نحن عندنا ما يسمى بالأصول العملية، عندنا الأدلة اللفظية وعندنا الأصول العملية. الأصل العملي هو الأصل في كل شيء، الأصل الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن تثبت الحرمة، صح؟ كل شيء لك حلال حتى يثبت أنه شنو؟ حرام. صحيح؟ أي شيء إذن هو حلال، الحرمة تحتاج إلى شنو؟ دليل. تحتاج إلى دليل. ولعل الحرمة هي الطارئة، ليس الحلية الطارئة. الحلية هو الأصل، شو معناته؟ يريد أن يقول الأشياء كلها أصلها حلال. الحلية أنها حلال. لما شخص يقول هذا حرام، شو نقول له؟ شنو الدليل؟ أحسنت. المنع، لأن الحرمة منع. ليش تمنعني أنت؟ الله أباح لي كل شيء. كل شيء لك حلال، كل شيء لك مباح، حتى تعلم أنه حرام بعينه. إذا لم يقم دليل على الحرمة، فالتمسك بمن؟ بالأصل. كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه قذر، أنه نجس. إذن أنا أتمسك، لما واحد يقول لي هذا نجس، أقول له شنو دليلك هذا نجس؟ هل وقع عليه أحد المتنجسات؟ لابد أن أعرف، هل وقع شيء من النجاسات عليه؟ هل وقع عليه بول، غائط، مني، دم، شنو وقع عليه حتى يثبت نجاسته؟ إذا نحن نتمسك بالأصل ويكفي، ولكن نحن نريد أن إذا نحن مع الدليل يكفي، ولكن نقوله على الرغم من الأصل، فإن أن القرآن قد أثبت الجواز بل الاستحباب. نأتي إلى السنة، مسألتم عن السنة، نأتي إلى السنة. السنة في الواقع وردت أحاديث كثيرة وعديدة، على الرغم من اختلاف مضامينها، إلا أن المؤدى واحد من جميعها، كلها تدل على جواز زيارة قبر النبي فضلا عن مطلق القبور. الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وآله، التفتوا أيها المسلمون، أيها المنصفون، توجهوا والتفتوا إلى الأحاديث المتعددة المعتبرة في الكتب المعتبرة، وهي تدل على الاستحباب مو فقط الجواز. النبي صلى الله عليه وقول من زار قبري وجبت له شفاعتي، الذي يزور قبري واجب علي، وجبت علي شفاعة، أنا تعهدنا بالشفاعة. ليش؟ وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهو الشخص لما يزور للشخص يحسن إلا لو لا حتما، وهو إنسان بسيط، هو إنسان عادي، فكيف بالنبي؟ لذلك يقول وجبت علي شنو؟ وجبت له شفاعتي. هذا أين مذكور مولانا؟ مذكور في كتاب سنن الدار قطني، ومن السنن كتاب سنن بعد هذا سنن الدار قطني، الجزء الثاني صفحة
278. كذلك موجود هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقي الجزء الخامس صفحة 245. إذن هذا حديث يدل على الجواز والاستحباب أو لا الندب. استحباب مؤكد. يقول أنا حينئذ وجبت له شفاعتي. أكو واحد من عندنا ما يطمع بشفاعة النبي؟ هل يوجد من لا يطمع بشفاعة النبي؟ هل يتكل على عمله؟ أنا أتكل على عملي. والله لو صمنا الدهر كله وصلينا الدهر كله، ولو صلينا وركعنا في بيت الله، ركعنا حتى انخلعت أصلابنا، وسجدنا حتى تفتقت أحداقنا، وبكينا حتى سقطت أشفار أعيننا، ما استوجبنا أن يغفر الله لنا ذنبا واحدا وأن يقبل منا الله عملا واحدا، لأننا لو أذنبنا ذنبا واحدا لاستحققنا بذلك النار، لو ارتكبنا معصية كبيرة واحدة لاستوجبنا بذلك النار. حينئذ لا تنفع الصلاة ولا ينفع الصيام ولا الركوع ولا السجود. من الذي ينقذنا؟ من الذي ينقذنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرحمة التي وضع الله تبارك. هو باب الرحمة الكبرى. هو باب الرحمة الكبرى. ثم آله العظام الكرام أبواب أخرى تفتح بعددهم، والقرآن باب، والعمل الصالح باب، والصلاة باب، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا أن يكون من خلال الباب الأكبر، الرحمة الكبرى، الرحمة التي ذكرها القرآن بأنه ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا حديث. شوف الحديث الثاني. طبعا هذا الحديث عجيب. هذا الحديث له 40 مصدرا من كتب السنة. 40 مصدر ذكره. ذكرت من الباب حتى الأخوة يوثقون يراجعون. وإلا له 40 مصدرا من كتب السنة، وكثير من هذه الكتب كتب المعتبرة الأساسية كما ذكرنا الآن، من بين طبعا كتاب كنز العمال الجزء الخامس عشر صفحة 651، وكتاب مختصر تاريخ دمشق الجزء الثاني صفحة 405، وغيرها من الكتب. الحديث الثاني، خذ الحديث الثاني، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حج فزار قبري. هؤلاء الآن نحن في موسم الحج، أو سوف يكون موسم الحج في كل سنة وفي كل عام الآن بغض النظر. قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. عجيب. شوف شو النص، شوف شو التأكيد. يعني الذي يزور قبري بعد وفاتي لا يختلف عن الذي يزورني ماذا في حياتي، سواء أنا في حياتي أو بعد وفاتي، لا يفرق، الأمر واحد. شوف هذا الحديث. طبعا الآن أقرأ لكم مصادر حتى تثبتون الحديث. الحديث مولانا في كتاب المعجم الكبير للطبراني الجزء الثاني عشر صفحة 310. كذلك هذا الحديث موجود في كتاب سنن الدار قطني الجزء الثاني صفحة 278، موجود في المواهب اللدنية الجزء الرابع صفحة 571، في كتاب وفاء والوفاء الجزء الرابع صفحة 1342، مختصر تاريخ دمشق الجزء الثاني صفحة 406. ولهذا الحديث 25، لهذا الحديث 25 مصدرا من كتب العامة، من كتب أهل السنة والجماعة، ونحن قرأنا لكم شيئا منها، وبهذا كفاية لمن أراد. ولكن رغم ذلك سوف نذكر حديثا ثالثا، وهو عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا عذرة لمن كان له سعة من أمتي ولم يزرني. أنا ما أعذر. النبي يقول: أنا لا أعذر الذي يكون له سعة
يعني عنده وقت، عنده إمكانية أن يزورني، وله شنو؟ لا يزورني. قال: لا عذر لمن كان له سعة من أمتي ولم يزرني. هذا أيضا في كتاب وفاء الوفاء الجزء الرابع صفحة 1340. أحسنتم سمح سيد، جزاك الله خير. يعني بعد هذه الدليلين من السنة وكذلك القرآن الذي يصرح بآياته واضحا، يعني لو ذهبنا إلى سيرة الصحابة، هل كان الصحابة يزورون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وآله، بل ديدنهم على ذلك. وأنا أتعجب لمن يقول ويدعي بأنه يتمسك بمنهج الصحابة وهو سلفي على منهج السلف الصالح، كيف لا يتبع السلف الصالح في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ يقال أن عمر بن الخطاب لما قدم المدينة من فتوح الشام، كان أول ما بدأ به بدأ بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم دخل إلى قبر النبي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لما جاء أو ما قبل لا يذهب إلى بيته، يذهب إلى مكان الخلافة، ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النبي صلى الله عليه وآله. وهذا في كتاب شفاء السقام صفحة 44. كذلك ينقل عن ابن عمر أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. ابن عمر هذا سيرته، يدخل إلى كما يفعل الآن المسلمون، يأتون إلى المسجد يسلمون على النبي ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله. وهذا في كتابي وفاء الوفاء جزء الرابع صفحة 1340. كذلك ينقل عن أبي حنيفة النعمان عن ابن ينقل هذا ينقل عنه عن ابن عمر قال: من السنة قال من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله من قبل القبلة، من جهة القبلة يعني، وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك، ثم تقول: السلام عليك يا نبي الله. كيف الآن نحن نفعل؟ القبلة بدون تشبيه، قبر النبي صلى الله عليه وآله يكون بهذا الشكل. وهناك ممر في هذا الباب، باب السلام، ممر تدخل عليه والقبلة تكون من هذه الجهة. هم السلفيون الوهابيون لا يقبلون لأحد أن يتوجه إلى قبر النبي ويقول له: توجه إلى القبلة. أنا لا أصلي حتى أتوجه للقبلة، لماذا أتوجه للقبلة؟ أنا لست في موضع صلاة حتى أتوجه للقبلة، القبلة إنما تكون لمن يريد أن شنو؟ أن أصلي. أنا لا أريد أن أصلي، أريد أن أزور النبي، أريد أن أسلم على النبي. هؤلاء لا يقبلون منهم، في حين أنه ينقل عن ابن عمر أنه كان يفعل ما يفعله المسلمون الآن، يتوجهون إلى قبر النبي ويجعلون القبلة خلفهم. طبعا هذه الرواية والحكاية قد ذكرت أيضا في عدة كتب، قد فصل في مصادرها العلامة الأميني في كتابه القيم كتاب الغدير، تجدون تفاصيل المصادر والشواهد على ذلك في كتاب الغدير الجزء الخامس صفحة 109. ذكرها بشكل تفصيلي وذكر كل المصادر التي تدل عليها. هذا ما يخص سيرة الصحابة. طبعا نحن لو رجعنا إلى العقل، فسوف نجد بأن العقل هل يدعو الإنسان أن يعظم ويكرم من كان له الفضل الكبير عليه أو لا؟ شخص كان له فضل كبير عليه وأنقذني وأخرجني من الظلمات إلى النور، وأنقذني من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد، أليس هذا يستحق مني التقدير والإحترام؟ عقلي ماذا يقول؟ يستحق أو لا يستحق؟ من يستحق أكثر من ذلك؟ كيف أنا أحترمه؟ أحترمه في حياتي لما أأتي بين يديه وأخفض صوتي بين يديه وأزور دائما ولا
أشفوه، أليس كذلك؟ بعد وفاته أأتي إليه أيضا وأعظمه وأحترمه وأسلم عليه وأسلم على وهو في القبر أسلم عليه. طبعا هذا فضلا عن حاجتي له في أن مضاف إلى حاجتي له كما تفضلتم. هذا كله العقل يدعوني ذلك، وكفى بذلك داعيا في الواقع. جزاكم الله خير سماحة السيد، يعني أليس هذا ما تتفضلون به، أنه يعني يخالف الحديث الذي يقول لا يجوز شد الرحال لغير يعني شد الرحال إلى المساجد الثلاث وغيرها ما تفضلتم به؟ يعني حديث شد الرحال، نعم، المسجد الحرام والمسجد النبوي طبعا والمسجد الأقصى المقصود، نعم. حديث شد الرحال هو حديث مختلق، حديث ليس صحيح السند، وعلى فرض صحيح السند فهو مناقش في دلالته. وطبعا ابن تيمية يعتقد ويستند، على فكرة أنه يستند من بين الأمور التي يستند إليها في المنع من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحديث، حديث شد أنه لا تشد الرحال إلا كيف تنظرون إلا إلى ثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذا حديث هم يروونه ويستندون إليه في الحرمة. نعم تفضلت، ماذا قلتم؟ أقول أنه كيف تنظرون لمصدريات هذا الحديث؟ شوفوا نحن في الواقع سوف نناقش هذا الحديث من جهتين أو من وجوه في الواقع. الوجه الأول طبعا المهم حديث، المهم الدلالة، لأن شخص قد يقول لك أنا في نظري سند الصحيح صحيح، سند الحديث صحيح. شخص قد يقول أنا في نظري أن سند هذا الحديث صحيح، ولكن المهم هل أن دلالته صحيحة أو لا. أحسنتم جزاكم الله خير، وهو الأهم لعلي. وهو الأهم. نحن في الواقع لابد أن نقف على دلالة هذا الحديث من عدة وجوه. الوجه الأول أن الحصر هنا ويقوله ماذا الحديث لا تشد الرحال، هكذا نص الحديث. خلنا نقرأ نص الحديث، نعم، حتى يكون واضح وبين. عندنا وقت لو نعم موجود الوقت. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، المسجد الحرام ومسجد الأقصى. جيد، نعم. فهنا ماذا صار عندي؟ صار عندي حصر، نعم، حصر أنه الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة حصرا، نعم، هذه الثلاثة التي ذكرها، نعم، مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الأقصى، نعم. هنا هل هذا الحصر هل هو حصر حقيقي أم حصر إضافي؟ نعم. الحصر الحقيقي هو أن يحصر مطلقا أنه أي رحال لا تشد إلا إلى هذين الثلاثة، نعم. والحصر الإضافي يتعلق بالمساجد، يعني لا يوجد من المساجد، لا يوجد من المساجد، المساجد يشد لها الرحال إلا ذن الثلاث المساجد. هو ليس ناظرا إلى بقية الأشياء، يعني ليس ناظر إلى قبر النبي أنه أطلق، نعم. لا ما قام بنظر قبر النبي ولا ناظر إلى القبور. وإلا تعال أنا أشد الرحال إلى التجارة أو لا أشد الرحال؟ أشد على هذا الكلام أنه لا يجوز شد الرحال إلى التجارة. هل أشد الرحال إلى التنزه؟ أرجو التنزه كما هم يذهبون يتنزهون، كل بشر يتنزه. أرجو أذهب إلى البستان أشد الرحال لأذهب إلى فد بستان إلى غوطة لكي ماذا؟ لكي أتنزه. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وفقهم لا يجوز. على هذا الأساس لو كان الحصر حقيقيا، نعم، لو كان الحصر حقيقيا لما جاز ذلك. إذن الحصر إضافي. خب هو مضاف إلى أي شيء؟ في الواقع مضاف كما قال إلى المسجد، إلى المسجد، نعم. يعني المساجد المقدسة التي يشد لها الرحال هي ثلاثة، نعم، مسجد النبي، مسجد الحرام، والمسجد الأقصى. خب بقية المساجد، نعم، أنا أريد أذهب إلى مسجد المساجد يشد الرحال قاصدا ذلك المسجد. وفق فقه الحديث بأنه لا 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 تشد الرحال، أمر لا يستحق شد الرحال. والمقصود بذلك ليس المنع المنع التشريعي، وإنما يقول لا قيمة لهذا الشد، أن هذا الشد الذي تشد الرحال له لا تحصل على أجر بذلك. شخص يريد يقصد في مسجد من المساجد، جيد، مثلا 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 على فرض، على كل فرض، هل يحصل على ثواب أو لا يحصل على ثواب؟ أقصاه نقول لا يحصل على ثواب. طبعا يحصل على ثواب، أصلا نبين بأنه لا، كلام غير صحيح أصلا، نعم، كلام غير صحيح، نعم، وإنما يحصل على ثواب. جيد،
ها عندكم دقيقتين ملح. كان فنأجل هذا التفصيل المناقشة في هذا الحديث إلى الحلقة القادمة، لأن هناك هذا الحديث مشكلة يا أخوان. هذا الحديث يكون على ألسن هؤلاء الذين يدعون بأنهم علماء وأنهم فقهاء ويستفيدون منه حرمة زيارة القبور ويشنعون على من يزور القبور ويكفرون من يزورها بحجة هذا الحديث. نحن إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نناقش هذا الحديث. حسنتم. إذن سمع سيد بما يعني بدقيقة بعد هذه الجملة من الآيات ويعني ما جاء بالسنة وكذلك سير الصحابة، يعني يحاولون إلى الآن أن هنالك حرمة في زيارة قبر النبي، بكلمة دقيقة واحدة ماذا توجهون من كلمة؟ نقول نسأل الله أن يرزقنا زيارته. جزاكم الله خير. أحسن كلمة. جزاكم الله خير سمعت أثلا سيد فاضل الجابري، جزاكم الله خير لما تفضلتم به، وإن شاء الله الحديث تتم. الله يبارك فيكم وشكرا وصول لكم أحبتي المشاهدين، وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة وبحث جديد. إلى ذلك الحين تحية لكم مني ومن كادر العمل. إلى اللقاء. شكرا جزيلا سيد.